طريق الكاراكورام الدولي أو طريق الصداقة كما يسمى في الصين، وهو طريق جبلي يقطع سلسلة جبال الكاراكورام المتفرعة من جبال الهيمالايا الشاهقة، جميل دائما وخطر أحيانا، من العاصمة إسلام أباد إلى كشغر الصين بمسافة تقدر حوالي 1300 كيلومتر، مشكلا بذلك أعلى طريق دولي في العالم. بدأنا الرحلة في الثالثة فجرا من إسلام أباد متوجهين نحو الشمال حيث البرودة القارسة. كان الطريق في بدايته غير معبد بشكل جيد، لم أستطع النوم جيدا بسبب الطريق الوعر جدا، إلى أن أشرقت الشمس حيث وصلنا إلى البلدة الأولى لتناول طعام الإفطار بيشام. واصلنا الطريق الذي بدأت ملامحه الجبلية تظهر بشكل جيد، الكثير من الشاحنات هنا والتي يظهر على سائقيها المهارة العالية في القيادة بين الحواف الجبلية الضيقة. كنا نتوقف بين حينة أخرى للراحة وشرب الشاي، الشاي الذي لن تمل شربه في هذه الأجواء الباردة، يصنعونه أمامك بكل رحابة وتشربه على استعجال فسيبرد سريعا في هذا الجو البارد. وصلنا أخيراً إلى نقطة المبيت الأولى، قرية تدعى تشيلاس، فندق متواضع وجو بارد. هنا نهاية الطريق المتعود، استقبلنا في الفندق رجال الأمن الذين أخبرونا بدرهم أنهم سيبقون في الفندق لحراستنا إلى أن نغادر في صباح اليوم التالي. كنت أرى المنطقة آمنة وما كنت لأفسر هذا النوع من الحماية الأمنية إلا كنوع من الترحيب فقط. Okay, class. We are having our dinner here. Yeah, and he's passing the hands over and over again. Yes, here we go. تناولنا طعام الإفطار وشربنا الشاي قبل أن نغادر طريقنا متوجهين إلى منطقة تدعى خنزة.
هذه هوت سبرينج ينابيع ساخنة, ويجون الناس هنا بالعادة يغسلوا ملابسهم, فمية ساخنة ساخنة جدا يعني. ويقال إنه إذا حطيت بيضة في خلال دقيقة واحدة تصير بيضة مسلوقة. Is it hot? Is it hot? Oh, okay. بسم الله. Oh, nice. Oh, okay. Yeah, it's hot. Yeah, my hair. Yeah, it's so hot. يا سلام. It's my dream to go world tour. Just like this. So all the way from France all to the Europe and then Silk Road, Mongolia as well. I went to Mongolia and Russia and Baikal Lake as well, right? Wow. But slowly you can go. 1 year and 6 months. So. 1 year. Yes. كنا نمر أثناء سيرنا بين الطريقات الجبلية ببعض نقاط التفتيش. كانوا يوصلون لنا بعض من أفراد الحماية الأمنية كنوع من البروتوكول الترحيبي بزوار اختاروا السياحة في بلادهم, وهو أمر حديث عهد حسن جميل. تغيرت المناظر شيئا فشيئا, تحسن الطريق كثيرا وتغير المنظر العام. مررنا بالعديد من القرى المتنوعة عرقيا رغم القرب من مسافاتها. اقتربنا كثيرا من الثلوج وازداد الجو برودة, إلى أن توقفنا عند بحيرة تدعى بحيرة عطاء, تكونت أثر زلزال حصل في شهر إبريل قبل 9 أعوام. أصبحنا نكمل طريقنا إلى أقصى الشمال. بدأنا بالارتفاع التدريجي قاصدين الوصول إلى الحدود الصينية. وفي الطريق حصل ما لم يكن في الحسبان. ما في مشكلة, عدت على خير وتزحلقنا زحلقة. بس المنظر جميل 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 جداً.
So, بعد الحادث اللي جانا هذا سواقنا جاي بالطريق. بعد الحادث اللي جاء الحمد لله الامور طيبه, بس السواق راح يتاكد على شو اسمه الكفرات وراح يعمل يوتيرن. فبنكمل رحلتنا ان شاء الله على الحدود الصينيه الباكستانيه. أكملنا الطريق إلى أن وصلنا إلى محمية وطنية تدعى خنجراب. أكملنا المسير على طريق كله منحنيات خطرة جدا بسبب كثرة الثلوج إلى أن وصلنا إلى القمة, إلى الحدود مع دولة الصين, إلى كشغر. مدينة كشغر أول مدينة تصل إليها قادما من باكستان, يسكنها قومية الإيغور المسلمة. ملامحهم وأطباعهم تركستانية جميلة وهادئة, تسمى باللغة الصينية كاشر وباللغة العربية كما كتبت في كتب الأولون كشغر. كانت عاصمة تركستان الشرقية الأولى. يعتبر طريق كاراكورام الدولي أعلى طريق دولي معبد في العالم, وله تفرعات كثيرة, وهو يربط الصين بباكستان ودول أخرى, وله أهمية اقتصادية وتجارية عالية جدا. تسبب هذا الطريق بوفاة أكثر من 1000 شخص عند تشييده, وبسبب خطورته فهو يصنف كأعجوبة 8 في العالم, وهو طريق له دور تجاري واقتصادي هام جدا بين كل من باكستان والصين, وهو أيضا أحد مسارات طريق الحرير.